انا هحكي لحضرتك كل حاجه بمنتهى الامانه. يا ريت. ايوه، وزي ما حصلت بالظبط، بس بشرط الكلام اللي بيني وبينك يا فندم يفضل سر وما يطلعش المخلوق، توعدني. لا اوعدك طبعا، انا سريه المتهمين عندي امر مفروغ منه. ايه بقى، اتجهتي لتجاره المخدرات بتحسني دخلك؟ كنت تدي دروس خصوصيه. شوف بقى الغلط، شوف مصمم حضرتك تغلط فيا وتتهمني. على فكره انا واحده محترمه، انا واحده محترمه وليا سمعتي وليا مركزي يا فندم. اه، واهلي ناس محترمين قوي. طب انت عارف بقى حنان اختي اللي كنت بكلمك عليها، اللي سنها ما يبانش عليها؟ ايوه، هي متجوزه مين؟ مين متجوزه؟ الاستاذ امين، كان مدير عام الشركه العربيه للراديو ترانزستور تيلي مصر. تيلي مصر؟ تيلي مصر. انت عارفه كان عندنا في البيت زمان تلفزيون تيلي مصر كبير كده وظهره خشب؟ ايوه هو. الاريال بتاعه طويل قوي في السقف كده. عليك انا مالي يبقى الاستاذ امين ان شاء الله يكون رئيس مجلس اداره التلفزيون نفسه. يا فندم ما احنا على حظنا الوحش الشركه اتخصخصت قبل ما يبقى رئيس مجلس اداره. ما تفكرنيش بقى، كانت ايام سودة. صدفه صدفه. خلاصي، هتقعدي تعيدي وتزيدي وتهري في المهري؟ ما تضيعيش وقتي، الهبل ده مش هياكل معايا. ياكل؟ ايوه. طب على سيره الاكل، على سيره الاكل بقى، معلش انسرت كده في النص، انت عمرك دقت اكل حنان اختي؟ يا اختي يا اختي على جمر ده، انت والله العظيم لو دقت اكل حنان مش هتبطله. انا بس اكلمها اعرفها انا فين واخليها تجيب اكل حلو من بتاعها وهي جايه. مش عاوز ادوق اكل حنان، مش عاوز اكل اصلا، هبدا دايت من دلوقتي. اخلصي وخلصيني. ممكن تجاوبيني على اسئلتي؟ ما يا فندم برضو حط نفسك مكاني، حس بحنان شويه. حنان دلوقتي زمانها قلقانه، انت مش متخيل العلاقه اللي بيني وبين حنان دي، مربياني زي امي بالظبط، وزمان دلوقتي عليها عمال يودي ويجي. كلميها خلصيني. اتفضلي. انهي بتاع فيها؟ الازرق. ايوه ايوه هو ده الازرق. والله العظيم طب انا مش من الاول قلت ان حضرتك ابن حلال وطيب، مش زي الضابط والعساكر اللي جولي. تخيل تخيل طول الطريق ريقي نشف عليهم، عماله اقول لهم والنبي مكالمه مكالمه واحده بس اطمن اختي، ابدا ولا راديو. والله الضابط اول ما شاف الموبايلات مش مثلا يقول ما شاء الله، لا ده بيتهمني ان انا حرميه موبايلات. لا حضرتك لازم تجيب وتتكلم معاه كلمتين، مش هينفع مش هينفع يتهم المواطنين الشرفاء كده. اه، ويتهم الناس بالباطل. حاضر، هبعت اجيبه اوقفه في النوتي كورنر بعدين انقله على السلوم. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.